معنا الآن في خبرنا الثالث، وهو برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، منتدى الرياض يكشف النقاب عن أجندة جلساته. معنا سمية فطاني، وهي باحثة في وحدة الفكر السياسي المعاصر بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. مرحبا بك أستاذة سمية. أهلا وسهلا أستاذة سمية. يعني ما هي أبرز ما تم الكشف عنه خلال هذا المنتدى؟ المنتدى لسه ما صار، حيصير إن شاء الله يوم 21 مايو الأحد الجاي الموافق 25 شعبان إن شاء الله. يغطي 4 محاور رئيسية، هي عن داعش ومستقبل الإرهاب. فالنقاش حيكون عن ما بعد داعش، وعن يعني التوقعات ما بعد داعش. عندنا من التطرف الإلكتروني للإرهاب الواقعي، الحالات التطرف أو استقطاب المتطرفين إلكترونيا أو اللي استقطبهم لأماكن زي داعش أو القاعدة. عندنا روابط الاتصال بين الجريمة والإرهاب ومواجهة الإرهاب، الصورة الإقليمية للفكر. يعني وهذه المواضيع نستطيع أن نقول أنها هي الأبرز في هذا الملف أستاذة سمية؟ أيوة نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذة سمية فطاني، باحثة في وحدة الفكر السياسي المعاصر بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. شكرا لك.